السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم بمنطقة الأشعة الشهر التاسع، راح نعرض حالات سريرية مثل ما حكى الدكتور وسيم. راح مثل ما حكى، راح نكون نحن أول شيء نعرض الحالة السريرية ونشوف الإجابات على الشات. هلا الهدف من منطقة الأشعة ما هو نشخص الحالة، لأنه أحيانا كثير التشخيص ما بيكون عن طريق الأشعة. الهدف انه نحن نحاول نحط التشخيص التفريقي، او نعرف التشخيص الشعاعي او التغيرات الشعاعيه اللي عم تصير على صور الصدر او الطبق المحوري. فهلا نحن ضمن عرض الحاله، راح احاول اعرض صور الصدر والطبقين. اي مثلا اي تشخيص شعاعي او اي مثلا علامه شعاعيه ممكن نشوفها فينا نكتبها على الشات. هلا الحاله الاولى، مريض مدخن لفتره طويله مع سوء استخدام الادويه، طبعا هذا مريض سابق ايدز. هاي كانت صورة الصدر، وبجانبها صورة الطبق المحوري. شوفي ممكن تسجلون على الشات تبدلات على الطبقي أو على صورة الصدر، شو شايفين؟ ممكن أنا أعرض باقي الصور كمان إذا بتساعد بالتشخيص. ممكن يكون إجابة على الشات شباب. طيب، هاي الحالة راح نبدأ فيها من أول سلايد. هاي الحالة مثل ما حكينا هو الحالة مريض مدخن لفترة طويلة مع سوء استخدام أدوية، عم يشكي من زلة تنفسية. هلا نحن هون أول صورة بنشوف في عنده تكثفات ثنائية الجانب أشد على الجهة اليسار. شايفين السهم الأحمر، هاي التكثفات أشد على الجانب الأيسر. نحن شايفين أيضا أنه في عنده مناطق متوهجة دائرية هون على صورة على مكان السهم الاخضر، هي المناطق المتوهجه الدائريه. هلا هي ممكن يكون انفيزيما او كيسات رئويه. طبعا صوره صدر ما كثير كانت واضحه، لكن الطبق المحوري كان واضح. نحن شفنا بسموه الباراسكتيل انفيزيما، تبدلات نفاخيه بجانب الاوعيه الكبيره، هي عم بشير عليها السهم الاخضر. وبنشوف جراوند جلاس اوباسيتي كمان ايضا، كمان هون بشير عليه السهم الازرق. طبعا هي بيسموها سنتري لوبيولار، يعني مركز موجوده بمركز الفص. هون صوره طبقه جديده، كمان نشوف جراوند جلاس اوباسيتي. هون هي جراوند جلاس اوباسيتي، وهون ايضا جراوند جلاس اوباسيتي. كمان نشوف في عنا تبدلات نفاخيه، كمان نشوفها بالجانب القلب. هون هي التبدلات النفاخيه بنشوف، هي صورة طبقي بهذا المقطع. بنشوف يعني هون آفات كيسية، هون آفات كيسية. آفات كيسية أخذ شكل قمي وأخذ شكل حول الأوعية الكبيرة وحول المنصف، حتى بقى النسيج الرئوي بنشوف آفات كيسية. هلا تشخيص بي سي بي أو بالمتكيس الرئوي الكاريني، طبعا نحن في عنا التشخيص التفريقي إلى واسع، كونه هو كيسات رئوية، بس كون المريض كان عنده إيدز وعنده زلة تنفسية وعنده الزلة التنفسية صار لفترة، فغالبا متوجه للبي سي بي. طبعا في تحليل ال دي اتش وفي تحليل البي دي جلوكون، هذول من التحاليل الدموية اللي بترتفع بالبي سي بي. طبعا في عندنا مثل في نمط شعاعي ممكن نشوفه او بي جي في هو بسموه البريطانيين، نمط الموزايك ممكن نشوفه او الجرازي بيفينج نمط. وطبعا نحن اي مريض، هون الملاحظه، اي مريض بيجينا بفقاعات قميه او داء رئوي كيسي، لازم نحن اي مريض بيجينا بريح صدريه عفويه لازم نشك انه ممكن يكون عنده فقاعات قميه او عنده داء رئوي كيسي. طبعا داء رئوي كيسي تشخيص تفريقي واسع، منه اللانجرهانس، منه البي سي بي يعني، لكن ضمن التشخيص التفريقي هو البي سي بي. حكينا الملتقى الماضي عن التشخيص التفريقي للرئة والكيسي. هاي الحالة الثانية،
الحالة الثانية بس خلينا بالحالة الأولى دكتور. نعم. على السلايد تماما. الله الجراوند جلاس اوبيسيتيز هون جاية في سياق ذات الرئاب المتكيسة الكارينية صحيح؟ تمام. الجراوند جلاس اوبيسيتي جاية بسياق المتكيس الرئوي الكاريني، وحتى الكيساب جاي بسياق المتكيس الرئوي الكاريني، يعني التبدلات كلها بسياق المتكيس الرئوي الكاريني. تمام. لكن هاي الكيسات ما بتطلع بالنفاخ الرئوي نفسها؟ ايه بتطلع بالنفاخ الرئوي. بس بالنفاخ الرئوي بيكون في عنا اول شغله، في عنا في عنا موزايك، وفي شغله ثانيه في قلنا عنا تبدلات نفاخيه ما بيكون اخذ شكل قمي وحوالي المنصف، حوالي المنصف، يعني التبدلات النفاخيه تقريبا بيكون شامله للرئتين. اما هون اذا لاحظنا تبدلات نفاخيه اخذ الشكل القمي بالجهتين واخذ قريبه على الاوعيه الكبيره وعلى المنصف. تمام. هاي مميزه يعني للمتكيس السكريني. تماما. تمام. تفضل دكتور. هلا الحاله الثانيه، مريض عنده نفث دموي وعنده ذات رئه متكرره، نفث دموي وذات رئه متكرره، هي صوره الصدر الامامي، الخلفيه الاماميه وصوره الصدر الجانبيه. شو ممكن يكون تشخيص تفريقي، او شو التغيرات الشعاعيه، العلامات الشعاعيه اللي شايفينها على صوره الصدر؟ انا راح اعرض ببطء صور الطبقي اللي بحب انا برايي. يا دكتور إيه؟ بس خليك بهي الصوره معلش، بعد خلي الصوره، اي خلي الصور الثانيه للشرح. نعم. انا قلت مشان انه الشباب يمكن يساعدون اذا عرضنا صور طبقي توجه اكثر. طيب خلي 10 ثواني لهي الصوره بعدين الطبقي. تمام. طيب تفضل دكتور. تماما. هلا الشباب حكوا انه في كثافه بقاعه الرئه اليمين. الشباب حكوا انه في عندنا كثافه بقاعه الرئه اليمين، مثل ما حلمع بشير السهم. صح، في عندنا تكثف قاعه الرئه اليمين، وشفنا نحن على الصوره الجانبيه، على الصوره الجانبيه في كثافه. في عندنا كثافه تقريبا، في عندنا انخماص كامل للفص المتوسط الايمن، في عندنا تكثف جزئي بالفص السفلي الايسر. ما هي الخطوه التاليه؟ طبعا دكتور. بس كنا بنرجع هون، في عندنا هذا انخماص كامل للفص المتوسط الايمن، هذا الفص المتوسط الايمن انخمص بشكل تام، في عندنا كثافه بالفص السفلي ايضا. طبعا هون الخطوه لازم نعمل طبقي محوري. عملنا طبقي محوري، نحن شايفين هون في آفه، او في داخل القصبه محدده الهواء بشكل جيد. طبعا هاي الآفه كتشخيص تفريقي ممكن يكون في عندنا سداده مخاطيه، ممكن يكون في عندنا ورم، لكن كثافه نسيجيه ما لها كثافه مخاطيه. المقطع الثاني هذا الطبق المحوري، شفنا الآفة، هي الآفة داخل القصبات، هي على شكل ورم داخل القصبة، وعاملة ذات رئة انسدادية بعد ما بعد القصبة، يعني ذات رئة المتكررة هي سببها، هي ذات رئة انسدادية نتيجة الورم داخل القصبة، هو اللي سبب ذات الرئة، هو اللي سبب الانخماص. طبعا هذا تايبيكال كارسينويد، عملوا له خزعه، طلع اتايبيكال كارسينويد، كارسينويد اصاب القصبات، لكن الفكره انه هي نحن عندنا هون ورم قصبي، عمل ذات رئه متكرره، وعمل نفث دموي، وعمل انخماص رئوي. يعني دائما نحن بالحالات الصدريه اذا عندنا مريض كثير عنده ذات رئه متكرره، لازم الافضل نعمل طبقي او تنظيف قصبات لحتى ننفي الورم القصبي. واذا عندنا انخماص غير مفسر، الافضل نعمل تنظيف قصبات لحتى ننفي الانخماص الرئوي. هاي فكرة هاي الحالة. يعني أسباب الانخماص الرئوي دائما ممكن يكون ورم أو سداد مخاطي، في أسباب أخرى؟ هلا هدول الأشياء الأسباب للانخماص.
تمام. مثلا الخطوه الثانيه بهيك حاله تنظير واخذ خزعات. تمام. هي خزعه ما بتصير عبر الصدر، هي بدها تصير عبر القصبات. هلا ذات الرئه هي ذات الرئه بعد 6 اسابيع اذا مريض عنده عوامل خطوره بعد ما يتخرج بست اسابيع من هدله صوره صدر، اذا ظلت في علامات شعاعيه ظلت بعد 6 اسابيع الافضل يعمل تنظيف قصبات. اذا ظلت في علامات شعاعيه هي عم نحكي ذات الرئه، حتى اذا مريض عنده ذات رئه وهو عنده عوامل خطوره مثلا مدخن صار عنده ذات رئه الافضل بعد صار لازم اجباري بعد 6 اسابيع من هدله الصوره. اذا ظلت تبدلات شعاعيه بده تنظيف قصبات. اما اذا ما عنده عوامل خطوره بيرجع بعد 6 اسابيع من هدله الصوره، إذا ما في شيء ما في داعي لتنظيف القصبات. طيب بداية كانت القصة في عندنا نفس دموي وذات رئة متكررة، يعني تكرر ذات الرئة ايش ممكن نحط تشخيص تفريقي ايضا له؟ هلا تكرر ذات الرئة المتكررة هي اما في عندنا توسع قصبات بشكل اساسي او ممكن يكون في عندنا انسداد قصبي او ممكن يكون في عندنا مثلا هو الانتان جرثومي على ارضيه مثلا يكون فطريه او على ارضيه سل او ارضيه ثانيه يعني، بس بشكل اساسي يعني هذول التشريحات التفريقيه اللي نحن بدنا. النفس الدموي كمان بالنسبه للتشخيص التفريقي لو بنبدا يعني باقل ما شيء هو التهاب القصبات ممكن اخر شيء نوصل للورم. طبعا هون طلع عنا يعني الكارسينويد هو ورم غير يعني شائع، لكن بالخزعة طلع معنا يعني نحن ما شخصنا الكارسينويد بالصورة الصدر أو الطبقة المحوري، بس مشان ما حدا يقول إنه ليش أنا ما عرفته أو كذا. الأمر الثاني إذا لاحظته هي بالفص السفلي الأيمن، كمان مو غلط واحد يحط تشخيص تفريقي جسم أجنبي بداية قبل يعني إجراء الطبقة المحوري، كون المريض عنده إنتانات متكررة وهي بالفص الأيمن أيضا السفلي الأيمن اللي هي مكان شائع لذوات الرئة الاستنشاقية يعني. تفضل دكتور رحمة. تمام دكتور وصيب الله يعطيك العافية. هلا بالعادة ذوات الرئة الاستنشاقية هي بتتعلق مثل ما حكى دكتور وصيب بالجاذبية، يعني إذا مريض هو قاد حيويته كويسة فغالبا الاستنشاق بيجي على الفصوص السفلية، أما إذا مريض مثلا مقعد متسطح بشكل دائم ذوات الرئة بتجي على الفصوص الخلفية يعني الأمامي الخلفي، وحتى يعني ممكن نشوف استنشاق جسم اجنبي على الفص العلوي الخلفي القطعه الخلفيه، وممكن نشوف على السفلي الخلفي. اما هي للمريض المقعد، اما المريض الحاله العامه جيده بيمشي بيتحرك يعني ما له مستلقي المريض بنشوفها بالفصول السفليه وغالبا بالايمن السفلي مثل ما حكى الدكتور وسيم. هلا في عندنا هون حاله المريض محطوط على العلاج بالانفليكسيماب، هو عنده مريض اي بي دي، هي صوره الصدر وصوره الطبقه المحوري. الانفليكسيماب هو من المعالجات البيولوجية الانتي تي ان اف مضادات العامل المنخر الورمي، نستخدمه عادة بالامراض الرثوية والداء المعوي الالتهابي ايضا لما يكون في عندنا نواسير احيانا او في الحالات المعندة على العلاج بالسترويدات ومثبطات المناعة. عالشات شباب شو شايفين؟ دكتور محمد في تعليقات على الشات بس عم تشوفها لانه في شوي ملاحظات حلوه. طيب تفضل دكتور محمد تفضل. ايه تمام دكتور وسيم، والله انا ما كنت فاتح الشات ماني منتبه. تمام حكي الدكتور نسيم الله يجزيه خير انه كان كذلك اي خراج رئوي عند مدخن او مريض عنده عامل خطوره لازم يعمل تنظيف. تمام الله يعطيك العافيه دكتوره. هلا كسب تمام دكتوره نسيمه خربت لنا القصه دكتوره نسيمه، الشيخ حط التشخيص مريض عنده سل دخني. راح نرجع نعرض الحاله من اول جديد، نرجع على السلايدات من البدايه. مثل ما حكينا مريض محطوط على الانفليكسيماب العلاج الاي بي دي،
طبعا نحن بنعرف انه الانفليكسيماب هو بيأهب كثير للسل، ولازم قبل ما نعطي الانفليكسيماب لازم ننفي السل. اول شيء نحن عندنا هون شايفين على صوره، الصدر صوره الطبق او على هاي صوره الصدر هون في عندنا كثافات عقيديه مبعثره. طبعا الكثافات هي عديده جدا وحتى بيقولوا غير معدوده. طبعا هنا احنا شايفين الكثافات العقيديه، هاي كثافات عقيديه ناعمه كثير، هاي الكثافات العقيديه. وهون الصوره اخذين صوره مكبرينها، هاي شايفين الكثافات العقيديه، هاي كثافات عقيديه عديده متعدده بشكل كبير. طبعا هون اخذ الكثافات اخذ شكل مركز فصي. هون اخذ مركز الفصيص الرئوي الثانوي، وهون اخذ بشكل حول الاوعيه الرئويه او ما حول بسموه مقبريه الانفاتيك، يعني ما حول الاثلام، ما حول الاثلام الرئويه. طبعا هذا التوزع احنا بنسميه توزع عشوائي، للتوزع عشوائي للعقيدات الرئويه. بيكون تحت على مستوى تحت الجنب، بيكون حول الشقوق الرئويه ومركز الفصيصات. هذا التوزع اسمه نمط الانتشار العشوائي. بيكون اخذ كل الرئتين، يعني ما اخذ منطقه محدده. طبعا هذا التشخيص التفريقي له الميلاري انفكشن. قبل هون كمان نفس القصة، في عنا عقيدات على مستوى الشقوق وعنا عقيدات على مستوى تحت الجنب. طبعا تشخيص ميلر تي بي، تشخيص ميلر تي بي. هلا بنحكي عن تشخيص تفريقي تبع العقيدات الصغيرة المتعددة ذات التوزع العشوائي او راندوم باترن، نمط الراندوم. هلا هي هذا التوزع، هذا التشخيص الشعاعي بيدخل تحته التشخيص التفريقي سريري اللي هو ميلاري انفكشن، الانتان المنتشر. بس ما ضروري يكون تي بي، يعني اي انتان عند مريض عند مريض مدنف مثلا ممكن يكون ميلاري انفكشن سواء تي بي او غير تي بي. التشخيص التفريقي الثاني يكون هنا قائل منتقل عن طريق الدم، يعني هيماتوجينيك ميتستيز. التشخيص التفريقي الثالث هو ساركويد لكن بشكل نادر جدا، لكن التشخيص التفريقي الاول هو الميلاري انفكشن او الميتستيز المنتقل عن طريق الدم، او بشكل اقل كثير هو الساركويد. هذا التشخيص التفريقي كبس كون المريض هو على الانفليكسيماب وعم يتعالج للاي دي. الانفليكسيماب بيأهب بشكل كبير للسل، مثل ما حكينا لازم ننفي السل، وغالبا وهذا المريض طلع عنده ميلاري تي بي. في سؤال ثاني عن هاي الحاله. ممكن الانتان بالعنقوديات المذهبة يدخل تشخيص تفريقي دكتور محمد؟ حكيم احنا حكينا اي انتان هو يسموه ميلاري انفكشن، اي انتان بينتقل عن طريق الدم بينتقل للرئتين ممكن يساوي هذا النمط، يعني سواء كان فيروسي او جرثومي، يعني الانتان بالعنقوديات ممكن يعطي هيك شكل يعني. بس الانتان بالعنقوديات بده يوصل لهالمرحله هي بده يكون مريض بالاصل هو مدنف عنده تثبيط مناعي وعنده القصة حادة، يعني ما قصة أسابيع، قصة أيام يعني. تمام، تفضل الحالة اللي بعدها. الحالة الرابعة، مريض مدخن مع سعال وزلة تنفسية جهدية. مريض مدخن مع سعال وزلة تنفسية جدية. ما في عمر أو كمية التدخين؟ ما حاطين العمر ولا كمية التدخين. بس العمر راح ساعدكم مساعدة، العمر صغير ما كبير. كتر خيرك يا دكتور محمد، تساعدهم للشباب. لا هو تمام. هو للناس بدنا نقول إنه يعني هو تقريبا يعني الحاله يمكن لازم تكون صارت واضحه، هي شخص هو الشباب علامات نفخيه باكثر من فص خصوصا في يعني. تفضل دكتور، بس واحد كشف ما عاد طعم السلايدات، خلاص كشفوه الشباب. تفضل. هي صحيح، هي عاوز الفا 1 اند تريبسين. نحن شايفين هلا هون علامات نفاخيه، مركز فصيه اخذ شكل هاي مثلا هون، هاي السهم الاحمر بشير الى هي السهم الاحمر هون كمان، هون السهم الاحمر، هون بالسهم الاخضر شايفين انه بمركز الفصيص عندنا شريان. هاي طبعا كل علامات نفاخيه يعني. طبعا
طبعا العلامات النفاخيه نحن شايفينها انه هي تشمل لكامل الفصيص، كامل الفصيص الرئوي. وهون نفس الشيء كمان، هي تبدلات نفاخيه. هلا نحن نلاحظ هون، هون طبعا نحن في عندنا تبدلات نفاخيه بكامل الرئتين، وهي الاسهم الحمراء. طبعا التبدلات النفاخيه هي صايره بالفصوص السفليه وشامله مركز العنبه. هلا هون في عندنا كمان تبدلات نفاخيه بالقسم العلوي، وفي عندنا توسعات قصبيه. هون اخذ مأشرين عليها بالسهم الاخضر، هي توسعات قصبيه اسطوانيه بسموها. القصبه كلها اخذ نفس القطر من بدايتها لحتى نهايتها. تشخيص مثل ما حكينا عاوز الفا 1 انتي تريبسين. طبعا احنا ايمت بنشك بعاوز الفا 1 انتي تريبسين. طبعا هو عاوز الفا 1 انتي تريبسين بصير طفره الاي اي دي. بنشك وقت بيكون عندنا مريض عمره اقل من 45 سنه مع سيطره الاصابه بالفصوص السفليه. ما في عندنا عوامل خطر، يعني مريض ما هو مدخن صار عنده علامات نفاخيه، او مثلا مدخن بس لكن صار عنده بعمر باكر مثلا عمر اقل من 30 سنه، او في عندنا توسع قصبي غير مفسر. ممكن هدول العوامل الاربعه اللي بنشك فيهم بالعوز الفا 1 انتي تريبسين. دكتور محمد، ايش فرق عن النفاخ الرئوي العادي؟ هلا هذا العوز الفا 1 انتي تريبسين هذا هو طفره، يعني مرض وراثي، لكن عوامل المؤهبه بتسرع بظهوره. حتى لو ما في تدخين ممكن يظهر لكن بعمر متاخره شوي، لكن اذا صار في تدخين بيظهر بعمر باكر، ممكن يظهر تحت عمر 30. انا قصدي انه شعاعيا شو ما يظهر. ايه شعاعيا اول شيء بيكون نفاخ، بيكون شامل لمركز الفص. نفاخ يسموه هذا نفاخ مركزي. السي او بي دي لالتهاب القصبات المزمن بالعاده بصير بالفصوص العلويه، هون بصير بالفصوص السفليه. وهون بالعاده اكثر هون بيترافق مع توسع قصبي. هنيك التوسع القصبي هنيك بصير في التهاب قصبات مزمن، بس يعني ما بيكون نمط توسع نمط سلندريك، يعني ما بيكون نمط اسطواني. بشكل اساسي هو انه شغلتين بيميزوا، انه هو التوسع شامل للفصص الرئوي الثانوي، بيكون شامل الفصص الرئوي الثانوي، وانه بيكون بيسيطر بالفصص السفليه. انه هو بسموه هذا شامل للعنبه. هذا الميز عن التوسع القصبي العادي، عن التهاب القصبات المزمن العادي. تفضل دكتور. نبدا بالحاله الخامسه حكيم. تفضل. الحاله الخامسه هو مريض عنده وزيز مزمن مع سعال. المريض طبعا غير مدخن، مشان ما تكتبوا لي سي او بي دي. طبعا هذول ظليل الثدي واضحات، هي مريضه يعني. دكتور محمد، خربنا القصة كمان. شخص الحالة هون مثل ما حكى الدكتور محمد، هون في عنا علامة إصبع القفاز. هاي المريضة ABPR أو Aspergillosis. طبعا نحن أي مريض بنعمله صورة طبقي محوري، في عنده تبدلات على صورة طبق محوري، معناتها هذا ما نربو المريض. لازم مريض الربو ما بصير في عنده تبدلات شعاعية. أي مريض صار عنده تبدلات شعاعية لازم نفكر بعدة تشخيص تفريقية، إما زاتري قبل إيزينات أو شيرج ستراوس أو التهاب حبيبومي أو أسبرجيلوسيز. هذول الأربع تشخيص تفريقية لازم نفكر فيهم عند أي مريض عنده وزيز. يعني وزيز يعني نحن بالعادة عم شخص ربو، يعني إذا بنقول إنه أي مريض تشخص إنه هو ربو بدون وظائف رئة وطلع عنده تبدلات شعاعية على صورة صدر، لازم نشك بأربع تشخيص.
إما الأسبرجيلوسيز أو زاتري قبل أيوزينات أو شرق ستراوس أو التهاب حبيبومي. طبعاً نحن بهي الحالة في عنا هون علامة في عنا علامة هون أصبع القفاز بيقولوا لها هي بنشوفها بالأسبرجيلوسيز، أو هون في عنا بالأصل هي على أي في عنا تكسفات أنبوبية متشعبة هون بشير عليه السهم الأحمر. هون بهي الصورة في عنا توسع قصبي موجود، في عنا موجود توسع قصبي أسطواني. طبعاً هون إحنا ما بنحسن ميزة إنه أسطواني على هذا المقطع لأنه صاير مقطع عرضي، لكن إذا بالمقاطع الثانية يبين معنا إنه هذا توسع قصبي أسطواني. طبعاً في عنا هون احتباس مخاطي السهم الأخضر، بين في عنا احتباس مخاطي بقلب القصبات. هون نفس الشيء في عنا توسع قصبي واحتباس مخاطي، هون احتباس مخاطي كمان ايضا. تشخيص مثل ما حكينا ABBA او الاسبرجيلوسيز، طبعا مثل ما حكينا شوي اي مريض بيجي بعنا عنده اضطرابات على صوره الصدر هو بالاصل مشخص انه هو مريض ربو او عنده وزيز، لازم يشك باربع تشخيص: الاسبرجيلوسيز، ذاتري قبل ايوزينات، شرق ستراوس، التهاب الحبيبومي. انا ماني عم بشوف تشات، في حدا عنده شيء سؤال او شيء على هاي الحاله؟ هو في عندنا عده انواع من الاسبرجيلوزز. تمام، عندنا عده انواع من الاسبرجيلوزز. هلا راح نحكي عن حاله ثانيه ضمن هذه المحاضره، راح نحكي عن حال الاسبرجيلوما، راح نحكي عنها ان شاء الله. تمام، اذا هاي الاسبرجيلوزز يعني خلينا نقول القصبيه الرئويه تحسسية تترافق مع ربو، تترافق مع فرط بالحميضات، وتترافق مع ارتفاع بالاي جي اي. هي هيك مميزتها يعني. الحالة الثانية الأسبرجيلوما، هلا بنشوفها. تفضل دكتور محمد. بس عفوا الدكتور محمد اللي عم يكتب على الشات ممكن نتعرف عليك؟ أعتقد دكتور محمد إسماعيل، ما هيك؟ طيب تفضل دكتور. طيب، مريض سعال، حرارة منخفضة، ألم مفاصل من أسبوع. مريض من بلشت قصته من اسبوع، سعال، حراره منخفضه، الم مفاصل. تفضل دكتور محمد. تمام، هلا الشباب حكوها كمان مزبوط. هذا حبيبوم واغنر. هلا في عندنا اول شيء رح نحكي انه المريض عنده قصه الم مفاصل، في عنده حراره خفيفه، في عنده سعال. الم مفاصل ممكن يوجهنا لشيء مناعي. صح هو صوته من اسبوع بس يعني ممكن يعني يتوجه الواحد لشيء مفصلي. هلا احنا عندنا هون هي اول صوره، في عندنا الافه متكهفه، سخين في الجدار. تمام، هون في عنا بالسلايد اللي بعده في عنا عقيدات محيطية متعددة بالقاعدتين. هاي عدة عقيدات محيطية بالقاعدتين الرئويات. هون نفس السلايد شفناه شوي، في عنا آفة متكهفة، جدارة، سخين. هون في الآفة المتكهفة وفي عنا العقيدات الرئوية، هاي نفس كمان القصة. هلا احنا كتشخيص تفريقي لهي التشخيص التفريقي الشعاعي لهي الحاله، في عنا عده افات متكهفه ثنائيه الجانب. هذا التشخيص التفريقي ممكن يدخل فيه الميتستيز، ممكن يدخل فيه امراض النسيج الضام، وممكن يدخل فيه التهابات الاوعيه بما فيهم واغنر، وممكن يدخل فيه الانتانات سواء بالعنقوديات المذهبه او اللاهوائيات او سلبيات الجرام او تي بي او حتى الفطور. ممكن يدخل بالتشخيص التفريقي الصمات الانتانيه، ممكن يدخل التشخيص التفريقي ما بعد الردود مثل التقدم الرئوي. طبعا احنا بالعاده بنشوف بالواغنر بنشوف الهالوساين والريفيرس هالوساين، علامه الهالوساين والعلامه الهالوساين المعكوسه. نحن هون شفنا بس الهالوساين، علامه الهاله بسموها علامه الهاله، نعم. بيكون تكثف حواليها جراوند جلاس اوباسيتي مثل هاي هون، هاي في عندنا تكثف
وهون جراوند جلاس اوبسيتي غالبا يكون هذا نزف حوالي التكثف بيعطي جراوند جلاس اوبسيتي. حاله حلوه وسهله، ما صعبه هي الحاله. اذا بيهمنا التشخيص التفريقي بهيك حاله تماما، انه بيهمنا نحن دائما بالاشعه بيهمنا انه نحط التشخيص التفريقي بذهننا. في حدا عنده سؤال عن الحاله هي قبل ما ننتقل للحاله اللي بعدها؟ كانه تفضل. مريض ما له عرضي سابقا، صار في عنده الم بالفك ويبوسه، يبوسه مع الم بالفك، صوره صدر، هاي صوره صدر تبعه، الصوره الاماميه الخلفيه والصوره الجانبيه، شو شايفين على الصوره يا شباب؟ العمر ما مسجلين بس بتوقع انه لازم يكون عمره كبير، يمكن بالستين سنه سبعين سنه. تماما. تعال بحكي دكتور محمد، في عندك كثافه بالسره اليسار. هاي الكثافة اللي حكوا عن الشباب، كثافة وضحت الحدود متجانسة بالسرة الرئوية، بالسرة الرئوية اليمنى، وهي على الصورة الجانبية واضحة، وهي على الصورة الطبقية واضحة. هلا هون احنا كانت على صوره الصدر كانت الكثافه متجانسه، هلا هون على الطبق المحوري لاحظنا انه في اختلاف في الكثافه، كثافتها غير متجانسه، بالمركز عالية الكثافه، بالمحيط منخفض الكثافه. هلا هي عدم التجانس بيشير للخباثه، يعني بوجه الخباثه. المريض طبعا عنده سمول سيل لانج كانسر. أحد الميزات المهمة إنه هو لازم يكون مدخن، وهيك طبعاً إنه لازم يكون مدخن، بس ما ذكرين بالقصة إنه هو مدخن حكيم. إيه، ومركزية بتكون معه هيك عادة. نعم، يكون يعني مركزية والمكان مناسب له. تمام. الأمر الثاني إنه ليش عم يوجعه الفك؟ ما بعرف ليش عم يوجعه الفك، ما بعرف، هيك كان مكتوب في الكتاب. بجوز إنه هو إجى بشكاية تانية ما لها علاقة بالصور صدر، يعني مكتشف صدفة، يعني ما له علاقة بشيء بالشكاية شكاها المريض. بركي نقائل للفك. ممكن نقائل. المهم يعني أحيانا هو المريض بيضيع، ما ضروري المريض يعطيك أعراض. نعم، هو أحيانا تلاحظ أنه أحيانا بيعطيك عصور صدر، بشوف أنت بتشخص أمراض ما لها علاقة بالقصة اللي إجا فيها المريض، يعني بيذكر لك أنه هيك إجا المريض، بس يعني طلع معه شيء ثاني غير اللي كان جاي مشانه. عم بيسأل يمكن عبد الكريم على الشات، بقول يكون بيعمل او عفوا عباده انه بيعمل ارتفاع كالسيوم، ما هو الورم بيعمل الصغير خلايا بيعمل ما هيك؟ هو سمول سيل حكيم، هذا سمول سيل لانكارسر. هلا هو ممكن يعمل اضطراب كالسيوم، ممكن يعمل التون لامبيرت، يعني ممكن نكون له اكثر فرضيه، بس انه هل ما مذكور حتى بالكتاب، وقت انا راجعت الحاله ما مذكور انه كان انه في شيء لحتى سبب انه يعني سبب ضعف يبوسه بالفك. تمام، مشونا يا هلا اللي بعده. طيب. مريض ايدز اجى بزله تنفسيه، هي صوره تبعه، اي عفوا طبقي هذا. نحن راح نحكي نعرض بقى المقاطع اذا حدا بيستفيد منها.
تفضل دكتور محمد. الشباب جابوا تقريبا تشخيص تفريقي قسم منيح منهم. هلا في عندنا هون نحن مثل ما شايفين هون في عندنا عنده تعقيدات صغيره ثنائيه الجانب مختلفه الاحجام. طبعا هون في عندنا وحده من العقيدات متكهفه صار فيه تكهف، لكن تكهف هون رقيق الجدار. وفي عندنا هون عقيدات صغيره كمان ايضا وثنائيه الجانب، هون عقيده هون صار في عقيده كمان. هون عندنا عقيده ثانيه كمان متكهفه تكهف مركزي، وفي عقيدات هون مختلفه الاحجام. لاحظين انه العقيدات الرئويه صايره ثنائيه الجانب مختلفه الاحجام، حوافها واضحه تمام، كثافة تقريبا من كثافة الأنسجة، ما أنا كثافة كيسات أو شيء، هي يعني عبارة عن عقيدات رئوية. توزع بالقسم السفلي من الرئة هذا بيشير إنه هي منتقلة عن طريق الدم، يعني في شيء نقاء دموية سواء كان ميتستيز، وحتى كونها واضحة الحواف، حوافها واضحة، فهي غالبا إنه بيكون إنه ممكن يكون في نقائل تمام. لا لو او مثلا انت او هي كون المريض او ممكن يكون انتانات منتقله عن طريق الدم، لكن غالبا هو المريض كان عنده ايدز وصار عنده نقائل لورم. المقطع اللي بعده ببين في عندنا ضخامه تعقد لمفاويه منصفيه، فهو هذا التشخيص، هو عنده لمفوما وعامل نقائل رئويه. هاي صار معه اللمفوما وصار في عنده نقائل رئويه. لا مشان هيك النقائل شفناها انه هي مختلفه الاحجام، هي متوزعه بالقسم السفليتين. الشيء كمان في تكهف صاير، فهذول الثلاثه تم بوجهه انه هي لمفوما. طبعا مثل ما حكى الدكتور محمد تشخيص تفريقي واسع، ممكن يكون انتانات فطريه، ممكن يكون انتانات صمات انتانيه، ممكن يكون انتانات حتى جرثوميه، او بس كونه المريض هو عنده مريض ايدز، فغالبا نحن بنشك بعد بالتشخيص اكثر يعني محدده اكثر، انتانات انتهازيه اللمفوما، او ممكن يكون اكثر يعني صار تشخيصنا محدود يعني. ولكن بشكل عام تشخيص تفريقي انزفت كلها ضمن هاي الحاله، لكن المعطيات بتشير انه هاي لمفوما، ضخامه عقد لمفاويه منصفيه، وفي عندنا كثافات عقديه مختلفه الاحجام، وفيها تكهف. هلا تري امباد، ما في تري امباد. هلا في واحد من الشباب ذكر انه في تري امباد او براعم الشجره بسموها. هلا الساركو ايد مانو شائع عند مرضى الايدز، يعني ما نسبة شيوع اعلى من شيوع باقي الامراض. وبعدين ما في داعي، ما في نفكر انه في مريض ايدز ما راح يفكر انه اول شيء يكون تشخيص تفريقي ساركو ايد. بس هي الصور، ما في تري امباد، ما في علامه تبرعم الشجره ما موجودة. فيه بس عقيدات مختلفة الأحجام وأشكال، أخذ بشكل السيطرة الأساسية بالفصول السفلية، هي غالبا عن نقائل لمفوما. بس في شكل إنه لا ما نسل هاي. ممكن تكون يعني مثل ما حكينا شوي من شوي إنه هي عقوديات مذهبة. إيه تمام حكيم، بس العقوديات المذهبة بتصير، بس الكون أول شيء التطور حاد جدا، يعني خلال يومين او يوم او يومين مثلا ممكن المريض يدخل المشفى. العنقوديات المذهبه يعني ما بتاخذ اصابته اول شيء شديده، وبعدين تكهف يصير تكهف، الافات تكهف بشكل كبير، ويعني هي اصابه العنقوديات شديده، يعني اصابه يعني ممكن يدخل المريض بقصور تنفسي، او ممكن يدخل سيبتيك شوك بسرعه، يعني حتى بجوز بدون ما يتشخص كونه مريض ايدز. يعني ممكن هي الانتانات شائعه جدا، يعني سواء كان فطريه او جرثوميه، او حتى ممكن يعني اللمفوما، يعني حتى نقائل، ممكن نقائل من ورم تام ما اللمفوما، لانه هي شكل نقائل، هي العقيدات اللي اخذت شكل السيطره بالفصول السفليه مختلفه الاحجام فيها تكهف، هي شكل نقائل، ممكن ما نقائل من اللمفوما، ممكن نقائل من ورم ثاني. تمام دكتور وسيم، هي الفكرة أنه مختلفة الأحجام معناتها إلى أعمار مختلفة هي بالرئة، ممكن حتى يكون صمات إنتانية كمان.
هلا الحالة التاسعة مريض قصور قلب مع حاطة بيس ميكر. هي الصورة البسيطة الجانبية والأمامية الخلفية. شو هذا البيس ميكر دكتور؟ بس شرح للشباب. هلا هذا نظم خطأ او بيسموه بالعمليه البطاريه، هذا نظم خطأ بينحط بالقلب بحيث انه المريض هلا فيه له عده انواع، ممكن يكون هو نازع رجفان، ممكن يكون وقت بصير عند المريض حصار بيعطي تنبيه كهربائي للقلب، وقت ما بصير في تقلص بينحط بالبطين الايمن هذا البيس ميكر. بس هون نحن عندنا بهي الحاله البيس ميكر موصل للانسجه النخوي تحت القص. هو هي التشخيص انه البيس ميكر هون ما له بموقعه ما له بمكانه. تمام. يعني مخترق القلب، يعني ما فهمنا والله. هون مثل ما انا شايفين مخترق القلب وطالع برات القلب موصل للانسجه الرخوه، صاير هذا الانحراف للاعلى هون. هذا ما لازم يكون هيك كثير طالع لفوق بالبيس ميكر، ما لازم هالانحراف الاعلى العمودي، هذا انحراف عمودي ما هو طبيعي للبيس ميكر. اذا نحن اخذنا بالصوره الجانبيه القلب اكيد ما له هون موصل، يعني القلب يوصل تقريبا هو بيلامس القص بالنهايه، البطين الايمن بيلامس القص بنهايته السفليه، بس ما بيوصل ما بي... انه ما راح يخترق يوصل للانسجه الرخوه. هون مخترق البيس ميكر وموصل للانسجه الرخوه، فهذا مخترق البطين طالع برات البطين البيس ميكر. هون الصورة في عنا على هون في تشويش من البيس ميكر. هاي تشخيص الحالة انه البيس ميكر مخترق البطين مخترق القلب. الحالة اللي بعدها الحالة العاشرة، إيه الحالة العاشرة هاي عندنا عقيدة رئوية ثابتة على عدة صور شعاعية متلاحقة. هاي العقيدة الرئوية ثابتة على صور صدر متكررة. أشرنا على العقيدة صوت الصدر دكتور. البسيطة إذا بتعمل تكبير دكتور، بس بعد إذنك على صوت الصدر إنه ما واضحة كثير، بتطلع بزر اليمين تكبير. تمام. هاي العقيدة الحكيم هون صار تمام واضحة. نعم الله عم يسكي ورجع عم يسكي. الصورة اللي بعدها تمام. اتفضل دكتور محمد. هلا هون الحاله في عندنا كثافه عقيديه على الليفت ابر لوب، في عندنا هلال غازي دائري بنشوفه نحن هون الهلال الغازي. شوي وقت كبرنا الصوره كان واضح، نرجع نحاول نكبر الصوره مره ثانيه. هون الهلال الغازي شايفينه هذا هيك اخذ شكل هلال الغازي. الصوره اللي بعدها على صوره طبقي واضحه،
في عندنا هلال غازي. طبعا هون في عندنا كثافه بقلب الكثافه النسيجيه، وهي على صوره صدر بسيطه هون لحال الصوره مبينه. في عندنا عقيده على ليفت ابر لوب، وفي عندنا حواليه علامه الهلال الغازي هون، هذا الهلال الغازي وهي العقيده، وهي الصوره هون اوضح علامه الهلال الغازي، علامه الهلال الغازي هون، هون عصر الطبقي، وهون النافذة الرئوية، هاي مريض مثل ما حكينا كثافة ناعمة دائرية على اللفت أبر لوب، الكثافة جدار رقيق متكهفة، وفي عنا علامة الهلال الغازي، هي أسبرجيلوما، هاي الحالة أسبرجيلوما، هي الحالة الثانية من حالات اسبرجيلوسيز اللي بيصيب الرئة، شوي حكينا على التهاب الرئوي فرط تحسس اسبرجيلوسيز، وهي الاسبرجيلوما هاي بنشوف فيها علامة الهلال الغازي او يسموها علامة الاير كريسنت ساين، هون بنشوف فيها علامة الاير كريسنت ساين، هاي الميزة انه هي بتغير بوضعية المريض، يعني اذا نحن انه شكينا فيها ممكن احنا نقلب المريض على جهه ثانيه فبتغير هون الهلال الغازي، ممكن يكون هلا احنا حاطين المريض على ظهره صارت الهلال الغازي من فوق، ممكن نقلب على بطنه بصير الهلال الغازي اوضح من هون، او حتى على جنبه هذا او جنبه هذا، بتغير بالوضعيه مكان الهلال الغازي، بياخذ هو شكل بياخذ بتحسب الوضعيه بياخذ الهلال الغازي المكان، فهي من علامات المناورات المساعده بالتشخيص يعني. الحالة 11 مريض عنده مريض من عمال المناجم بس ما عنده أعراض، عملنا له صورة الصدر وفي حدا جنبه هون صورة طبقي، تمام مثل ما حكوا الشباب المريض اسبستوز، بس هذا سم بالاسبستوز، نرجع بنحكي عنه بالبداية، مثل ما حكينا المريض هو من عمال المناجم، يعني في عنده قصة تعرض هو مريض مهني، يعني هلا نحن بالعمال المناجم تعرض للسيليكوز ما للاسبستوز، يعني هو مريض مهني بس هذا المريض سيليكوز صار عنده تعرض، طبعا هو المريض ممكن يصير عنده أذية رئوية بدون ما يكون في عنده أعراض، لحتى تصير أذية رئوية كبيرة لحتى يشكي من أعراض ظل التنفسية، هذا المريض إجى كأنه عمل صورة قبل ما تصير عنده الأعراض، إحنا هلا عصور الصدر عصور الصدر إحنا شايفين كثافات عقيدية صغيرة ثنائية الجانب عديدة، حتى بنلاحظ بقلبه في تكلس، لاحظوا هون هلا هون في عندنا نقط تكلسات بقلب العقيدات، هي العقيدات صغيرة عقيدات تقريبا ثنائية الجانب شاملة لكل الساحتين الرئويات، طبعا هاي العقيدات طبعا احنا ملاحظين انه الرئتين هنا ما فينا صغر بحجم الرئتين، حجم الرئتين كويس، بس عندنا عقيدات عديدة، طبعا العقيدات متعددة كثير وشاملة لكل الرئتين، ومثل ما حكينا صاير فيها تكلس وما فينا نقص بحجم الرئتين، حجم الرئتين كويس، هون كمان نفس الحكي، هون شايفين حتى على الشقوق بين الأثلام الرئوية في عنا عقيدات صايرة كمان، هذا نمط التوزع، هذا نمط توزع نمط عشوائي بسموه، نمط توزع العقيدات نمط عشوائي،
لأنه أخذ شكل الفصوص ومركز الفصوص وحول الأوعية وأخذ تحت الجنب، يعني أخذ كل الرئتين، ما أنا أخذ منطقة محددة. هون نحن بنشوف، هون بنشوف يعني تكلس، هون بسموه علامة الإيج شيل، علامة قشر البيضة أو الإيج شيل. هون حتى في عندنا تكلس، هون بالعقيدة هون في تكلس، وهون في عندنا، هون في عندنا عقيدة، وهون في عقيدة متكلسة، وهون في عندنا تكلس بالمنصف. إذن هذا المريض سيمبل سيليكوسيس. هلا طبعا هو التشخيص التفريقي واسع، بس كون المريض صار في عنده تعرض فهون غالبا هو سيليكوسيس، يعني ممكن يكون بيريليوسيس، يعني اذا في تعرض للبيريوم بصير بيريليوسيس، حتى ممكن يكون ساركوئيد كمان احيانا بيعطي نفس العقيدات، حتى ممكن احيانا اذا في عندنا ورم ممكن نشك انه باللنف انج كارسينويد، يعني ممكن يكون ارتياح لمفاوي للورم، ممكن LIB كمان، ممكن أميلويدوسيز، يعني كمان في كلها ممكن تدخل ضمن تشخيص تفريقي، لكن كون المريض هو بالأصل من عمال المناجم فغالبا تشخيص هون سيليكوسيز. يعني الحالة 12 زلة تنفسية مترقية، المريض عنده زلة تنفسية مترقية. طبعا المريض ما له مدخن، ما عنده سوابق مرضية، بس اجى شكى زلة تنفسية مترقية. هاي صورة الطبقي المحوري له. هلا هون نحن اذا بدنا نشوف نقرا صوره الطبقه المحوري، اول شيء بنلاحظ انه الجذع الرئوي اكبر من الابهر، هذا شيء ما هو طبيعي، هذا ما هو طبيعي، فمعناته في عندنا مشكله على مستوى الاوعيه الرئويه. تمام، هلا نحن اذا تابعنا بالطبقي ما عندنا عيب امتلاء واضح، ما عندنا صمه واضحه لا على مستوى الشريان الايمن ولا على مستوى الايسر، ما في عندنا عيب امتلاء واضح. في عندنا في عندنا شغله اضافيه هون واضحه على صوره صدر، في عندنا بنى معوجه، هي بنى معوجه كانه بالضمن البرانشيم قريبه على المحيط، اخذت كثافه تقريبا كثافتها من كثافه الاوعيه الرئويه او حتى الكثافه الوعائيه. يعني نشوف كمان على مقطع ثاني، هون هي الخطوط الحمر، في عندنا هون بنى معوجة داخل البرانشيم الرئوي قريبة على المحيط، هاي هون هذا السهم الأحمر، وهون حتى في عندنا كمان تشوهات محيطية صغيرة كمان حتى على النافذة المنصفية واضحة. هلا نحن شفنا مثل ما حكينا هي البنى المعوجه، وشفنا انه ضخامه الجذع الرئوي، في عندنا توسع بالحد، في عندنا هون وين هون
هون في عندنا توسع، هذا بالسهم الأخضر، في عندنا توسع بالفروع، بالفروع الشريانية، يعني حتى الأوعية الجهازية فيها، هون في عندنا بالفروع الشريانية في عندنا توسع. هل هذا المريض ارتفاع توتر، ارتفاع توتر بدئي؟ هو اللي بيفسر لنا ضخامة الجذع، الجذع الرئوي والفروع الرئوية، بيفسر لنا هي الدوران الجانبي، هذا دوران جانبي جهازي، صار في دوران جانبي جهازي، ولاحقا بيفسر لنا ضخامة البطين الأيمن، ضخامة البطين الأيمن، هو في عنا هاي النجمة، في عنا في عنا فرط تنسج، في عنا ضخامة البطين الأيمن، هاي ثانوية لارتفاع التوتر الشرياني البدئي. طبعا ارتفاع التوتر الشريان البدئي، نحن ممكن نقدر احتمالية ارتفاع التوتر الشريان البدئي على الإيكو، إذا كان احتمالية منخفضة أو احتمالية عالية أو احتمالية متوسطة، حسب سرعة الجريان عبر ال حسب سرعة الجريان عبر الصمام الرئوي. وممكن التشخيص الأكيد طبعا بيكون عن طريق القسطرة، قسطرة القلب الأيمن، بنحط التشخيص الأكيد. ما في تشخيص أكيد على الإيكو، يعني ارتفاع التوتر الرئوي بيكون التشخيص الأكيد عبر القسطرة. صوت واضح يا شباب؟ ايه حكيم، الصوت واضح تمام. تمام، ما تنتقل للحالة اللي بعدها. مريض عنده وظائف رئة غير طبيعية، هو بالأصل عنده دائرة سياني، وعملنا له وظائف رئة، طلع عنده وظائف رئة مانا طبيعية، شو ممكن يكون هذا المريض؟ يعني دائرة ثانية بنقصد فيه روماتويد ارثرايتس، يعني ما بنقصد فيه شيء ثاني، وعنده وظائف الرئة كانت ما طبيعية. شو رأيكم مع معه يا شباب هذا المريض؟ خلينا نقرأ الصورة سوا. هلا أول شيء في عنا نحن هون في عنا تكثفات تحت جنبية متعددة ثنائي الجانب، يعني في عنا هون تكثف تحت جنبي، هون تكثف تحت جنبي ثنائي الجانب متعدد، في عنا هون توسع قصبي أسطواني، يعني نشوف ان القصبة تقريبا اخذت نفس الحجم من بداية القصبة لنهاية القصبة، هذا توسع قصبي اسطواني. في عندنا اضطراب، في عندنا تخرب بالنسيج الرئوي، وفي عندنا شيء اسمه هاني كامبينج، وفي عندنا نقص بالحجم، نقص بالحجم الرئوي. يعني هلا هون الرئة اليسرى اصغر من حجمها بكثير نتيجة تخرب، تخرب البرانشيم الرئوي، ونتيجة التليف الرئوي. هون نشوف هاني كامبينج واضحة، هي نحن بنشخصها كتشخيص شعاعي يوجوال انترستيشن نمونيا. طبعا يوجوال انترستيشن نمونيا قد تكون بتاتي بسياق الاي بي اف، قد تاتي بسياق الامراض المناعه الذاتيه. هون المريض عنده بالاصل هو دائره سياني، فهون غالبا يعني تليف رئوي تالي دائره سياني او تليف رئوي في سياق الدائره السياني. في حد عنده اي سؤال عن الحاله التليف الرئوي يا شباب؟ طيب اذا ما في حد عنده سؤال، الحاله ال 14 زله تنفسيه مترقيه ببطء، زله تنفسيه مترقيه ببطء عند هذا المريض. هاي الصورة الثانية كمان،
هاي صورة صدر بسيطة. هلأ طبعا هاي الحالة رح نقرأ سوا فيها، رح نجي على صورة الطبقي المحوري. في عندنا تكثفات رئوية غير منتظمة، واضحة الحواف تقريبا متناظرة، يعني التكثفات تقريبا وضع حوافها واضحة تقريبا متناظرة ثنائية الجانب. السرة مرتفعة قليلا، نحن هون ما مبين عندنا السرة، هون مثلا نحن شايفين السرة الرئوية اليمين صايرة أعلى من اليسار، هذا الشيء ما بصير، ما هو طبيعي. طبيعي انه يكون اليسار اعلى من اليمين، او ممكن يكون 5% من الحالات انه اليمين مساوي اليسار، بس السر اليمين الرئوي اليمين هون اعلى صار من اليسار. السر الرئوي اليسرى صايره اعلى من اليمنى، اعلى من اليسرى، وهذا شيء غير طبيعي. ليش صار السر الرئوي اليمنى اعلى من اليسرى؟ لانه صار في عندنا تكثفات رئويه هي اللي عم تساوي كثافه بالسره الرئويه اليمين، وحتى عم تساوي هي كثافه السره الرئويه اليسار، لكن الكثافه هي اكبر بالسره الرئويه اليمنى، وهي الكثافه على مستوى الجزء العلوي من السره، فاعطت انه اعطت منظر انه السره اليمين هي صايره اعلى من اليسار. طبعا هي الكثافات غير منتظمه، غير منتظمه، شايفين انه هي الكثافات غير منتظمه، وصار في بقلبها تكلسات. هي هون مثلا، هون شايفين تكلس، هون في عندنا تكلس، هون في عندنا تكلس أيضا. هاي الصورة هون بتوضح التكلسات فيها، هاي التكلسات صارت أوضح، هون في تكلس، هون تكلس، وهون نفس الشيء، هون نفس الشيء، هون نفس الشيء. هون هاي الصورة واضح التكلسات فيها، شايفين كثافة بقلبها مساوي تقريبا لكثافة العظم، هاي تكلسات متعددة. هون الكثافات غير منتظمة، كثافات رئوية غير منتظمة بالقسم العلوي من الرئتين، وفي عنا عقيدات صغيرة كمان أيضا، هي عقيدة، وهون في عنا عقيدة صغيرة، وهون نفس الشيء في عنا عقيدات صغيرة كمان، وهون في عنا عقيدات صغيرة، وهون في عنا تكلس الـ eggshell calcification علامة قشر البيضة. طبعا هي الحالة هي complicated silicosis أو progressive massive silicosis fibrosis، التليف، التليف الكتلي المترقي. هاي يكون في عنا عدة عقيدات، هي silicosis مزمن، هي silicosis مزمن، بكون عنا عدة عقيدات، لكن مع التقدم بالمرض بتكبر العقيدات وبتتجمع مع بعضها لحتى تشكلنا هاي الكتلة اللي شفناها من شوي. هاي الكتل هي عبارة عن عدة عقيدات متجمعة مع بعض مشكلت لنا هاي الكتل اللي أخذت شكل ثنائي الجانب. طبعا بيكون هي سرية، بتصيب بشكل أساسي الفصوص العلوية، وبتكون في عنا عقيدات هاي بتشير إنه للمرض نفسه. هلا الحالة الأخيرة، ألم صدري مبهم على الجانب الأيمن، ألم صدري مبهم على الجانب الأيمن. هاي صورة صدر البسيطة الجانبية والأمامية الخلفية، ممكن نشوف الطبقي المحوري. الدكتور رجب يعني تمام، هو جاب قريب كثير من الحالة. هو بقول سرطان عظم. هلا نحن بنشوف مثلا هون، هلا هون هي آفة على مستوى المنصف الخلفي. هلا الآفات على مستوى المنصف الخلفي أكثر هي بكون آفات على مستوى الأعصاب، يعني الآفة هي بشكل أساسي على مستوى المنصف الخلفي.
لكن ممتد للعظم. الغزو صار للعظم. ما هي الآفة بالعظم؟ وهون انتقال. الآفة الأساسية هي على مستوى المنصف الخلفي وعامل انحلال عظمي مجاور للورم. هلا هي الآفة شوانوما صايرة بالمنصف الخلفي وممتدة للعظم عامل انحلال عظمي. طبعا هي كثافة بيضاوية واضحة الحواف متجانسة مثل ما شايفين، كثافة بيضاوية واضحة الحواف متجانسة. الحافة نحن مثل ما شايفين الحافة الخلفية، هلا هون نحن هون هي على الصورة البسيطة هون تقريبا موقعة. هلا هون على الصورة البسيطة ما مبين انه هي جانب العمود الفقري، بس على الطبقين مبين انه هي جانب العمود الفقري. تشوف حتى الحافة العلوية للضلع ما عاد واضحة هون، صار في تأكل بالحافة العلوية للضلع، صار في تأكل فيها هون. وحتى حتى الفراغ بين، صار في كثافة حتى على الحيز بين الأضلاع. نحن بنشوفها هون على الصورة الجانبية واضحة هون، صارت توضع جانب العمود الفقري، يعني صار هي بالمنصف الخلفي. إذا نحن عملنا خط إنه هذا الخط الموازي لبداية الفقرات، فهي على حساب المنصف الخلفي. هون كمان طلعت الطبقة على حساب المنصف الخلفي وعاملة غزو للفقرات وعاملة انحلال العظمي وممتدة حتى ضغطة على النخاع الشوكي. هون مثل ما حكينا في حتى عاملة آفات انحلالية على مستوى العظام. تشخيص هون شوانوما، أغلب الحالات اللي بتصيب المنصف الخلفي هي بتكون على مستوى الآفات، هي غالبا أورام عصبية. وهيك بكون احنا خلصنا المحاضرة، والله يعطيكم العافية ومشكورين على الحضور.